وانت اخدت احمد فتحي من اليمين للشمال، هيبقى عندك مشكله في الناحيتين، عندك مشكله في الناحيه اليمين والناحيه الشمال. هيبقى يدي كمان فرصه للوداد ان هو يركز بشكل اكبر على الجنبين، هو كمان يعني هو اصلا طريقتهم على الطرفين، يعني هم بيلعبوا صح، بيلعبوا بالاطراف، الطرفين بالظبط. فانت كمان لو عملت كده فانت بتحل له المشكله بقى، بتخليه يلعب براحته. لا، احمد فتحي وجوده في الجنب اليمين هيفرق استاذ معاك ايهاب، على كتير. فكره انا اسف لمقاطعتك، دي صور لايف لتدريب الاهلي، دي صور حيه من لا انا تدريب. والله شايف قناه الاهلي عامله النهارده تغطيه طبعا مهمه جدا ده للمؤتمر احنا موجودين الصحفي هنا عشان الحقيقه والتدريب. ننقل لجمهور النادي الاهلي كل صغيره وكبيره. الحقيقه اللحظات دي بتبقى تاريخيه وبنحب نعيشها لحظه بلحظه مع جمهور النادي. اتفضل يا استاذ احمد. توثيق النهائي ده شيء مهم اكيد جدا، طبعا ان ده حدث تاريخ. يعني الجميع بيشاهده وبيتمناه. انا عايز اقول لك كمان ان فكره انك انت لو غيرت شكل الطرفين هيبقى عندك مشكله، فلا هو الاساس دلوقتي. انا شايف كابتن حسام كمان مش من الناس اللي بتجازف في المباريات صحيح الكبيره، يعني صحيح هو دايما صحيح بيكون عنده ثبات في التشكيل وبيلعب على حسب شكل المباراه. احمد فتحي وجوده في اليمين هيحل لك مشكله كبيره جدا، يبقى عندك خلاص، انت الناحية دي مطمن عليها اه مفيش خلاص انت مشكلة ما عندكش خلاص. مشكله فيها. هي حل الغياب علي معلول بوجود حسين السيد في الشق الدفاعي ووليد سليمان في الشق الهجومي، واعتقد ان هو كمان بعد ما رجع من الاصابه فهيبقى أكيد عنده دافع ان هو يقدم شكل افضل. الاهم من ده كله بقى ان انت يبقى عندك توفيق بالظبط. الله للاعيب ينور زي عليك، مثلا عبد الله السعيد، الله ينور عليك. ده مهم. توفيق صح، ازارو لو عنده فرصه للتوفيق كمان هيفرق معاك كتير جدا. هو التوفيق في مباراه بكره هو صح الفيصل، صحيح. الجميع بيجتهد. انا بس ضد الناس اللي كانت بتقول لك ذهاب النهائي 1-1 ده نتيجه، لا ده طبيعي، ده يعني طبيعي فرقتين وصلوا تحصل نهائي، هناك. فرقتين كبار، لا الفرقتين تقال وصلوا نهائي بعد مشوار طويل صحيح من المباريات والمنافسات والخسائر والمكاسب والاصابات والتغييرات، فمهم ان هم يوصلوا النهائي بالشكل ده. صحيح، انا شايف 1-1 نتيجه مرضيه جدا. الاهلي كان عنده فرصه اكبر ان هو يفوز مرضية ويوصل. ازاي؟ صحيح، ايه مرضية ازاي؟ مرضيه؟ لان انت ده نهائي، يعني ممكن ما تكونش قصده كان مرضيه ممكن للجميع، نخسر هنا، لكن ما هو كان انت ممكن تبقى خسارة هنا. بص يعني يا هو هابل، قصده كده، قصده انت ان انت كنت ماسك اغلب الوقت في مباراه يعني ازاي؟ مش كل حاجة، انت مش خسران كل حاجة ولكن يعني راح متعادل. 1-1 عايز اقول لك ان هي بس نتيجه مش مرضية. بص، لما ما تخسرش ده بالنسبه لك شيء كويس جدا، ان انت خرجت من مباراه في النهائي مش خسران. 1-1 ده مش خساره، 1-1 ده لما تروح المغرب بتعمل ضغط على الوداد انت كمان كده مش كده عليك. حتى لو كسبان ما انت لازم تسجل هناك، ولا ايه رايك يا استاذ احمد؟ النهارده هقول لك الترجي لما كسب طب لما لا تعادل مع كمل الاهلي كمل ماشي ما فيش مشكله. الاهلي النهارده الترجي لما تعادل مع الاهلي 2-2 راح عنده ضغط هناك، بقى عنده مشكله، فالاهلي كسب 2. النهارده النجم الساحلي نفسه لما كسب الاهلي في الذهاب 2-1 صحيح رجع خسر هنا بنتيجه كبيره. ستة بالظبط. فانت بقول لك 1-1 مرضي انك انت مش خسران. 1-1 نتيجه الاهلي اتعرض لها كتير. 1-1 الاهلي دخل في نهايات كتيره بالشكل ده، سواء 0-0 او 1-1 او 2-2 او صحيح. حتى لو خسران بيعرف يكسب. فانا شايف ان النتيجه لفريقين كبار لا نتيجه طبيعيه، نتيجه ما فيهاش اي مشكله، نتيجه ما فيهاش اي تاثير على الاهلي. ستحسم هنا، ستحسم في المغرب، وانا شايف ان شاء الله ان الاهلي عنده فرصه اكبر ان هو يفوز لو الظروف خدمت ان الوداد يلعب بشكل هجومي. يعني الوداد كان بيلعب مع الاهلي بشكل تخلى عن دفاعي، الشكل الدفاعي اه لو بتاعه، تخلى عن الشكل الدفاعي هيبقى في الاهلي مساحات خط عنده الظهر فرصه للعيبه لنص الملعب الهجومي زي مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد اكيد سليمان واجاي وان اكيد شاء الله ازارو، يكون عندهم فرصه ان ان هم شاء الله. يحرزوا اهداف في مروه الوداد. استاذ ايهاب، انت ليك تعليق على النتيجه هنا وليك تعليق كمان برضو عايز اسمع عن المصابين وازاي نقدر نعالج ده، وشايف جهاز الفني هتبقى وجهه نظره ايه بحكم مشاهدتك او متابعتك لمباراه السابقه؟ لا طبعا، هو فكره ان النتيجه اسوأ نتيجه ممكن تتعرض لها ان انت بتتعادل تعادل ايجابي على ملعبك، راح تلعب مع فريق من فرق الشمال الافريقي. الشمال الافريقي عامه بيجيد الدفاع ويجيد التقفيل ويجيد تمويت المباراه ويجيد اضاعه الوقت، كل دي بيجيدها يعملها على ملعبك، فما بالك لما بتبقى انت رايح. لما نتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي حاله خاصه، لكن لما نتكلم على نتيجه المباراه لا، هي نتيجه. طب انا هسال حضرتك سؤال تاني بطريقه، افرض النتيجه كانت مطمئنه جدا للنادي الاهلي وراح هناك، احنا كطبيعه برضو لا ممكن نريح. لا لا الكلام ده لا، فما نتكلم على في الكوره او نتكلم بواقع ورق، انت رايح دلوقتي في مهمه انتحاريه. كابتن حسام البدري امبارح لما بيتكلم بيقول انا واخد، احنا هنلعب 11 مقاتل. فمعنى هتلعب 11 مقاتل يعني انت رايح عارف انت رايح تعمل ايه، رايح تلعب مع جمهور 45,000 هيبقوا موجودين في ملعب المباراه، هيبقوا بيشجعوا بيؤازروا فريق الوداد من اول دقيقه لاخر دقيقه. انت بتلعب مع فريق بطل، فريق قدر يوصل المباراه النهائيه. انت المباراه الاولى تقدر تكسب 3-4 مستريح،
اول دقيقه انت جايب هدف لمؤمن زكريا، هدف متميز جدا. في الدقيقه 3 او في الدقيقه 4 فرصه لازارو، فرصه. اولا انا يعني مع احترامي وتقديري لوليد ازارو مع يعني قدراته، لكن وليد ازارو عشان تضيع فرصه زي دي في الظروف ديت، ان انت النادي الاهلي غالب 1-0 بتلعب، ما عندكش ضغوط، انت متقدم واخد نشوه التقدم، واخد نشوه الانتصار، بتلعب على فرصه جالك في الدقيقه الثالثه مش في الدقيقه 90 وانت متعادل، او انت بتلعب خلاص الحكم هيصفر، مفيش عندك ضغوط. فالفرصه دي كانت نقطه تحول في المباراه الاولى، نقطه تحول غير عاديه. فكان النادي الاهلي فقد ان انت تقدر تروح المغرب وانت محقق نتيجه كبيره، وده كان امر وارد لو المباراه تاخد شكل تاني. طبعا كان امر وارد جدا 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 ان انت رايح المغرب وانت في جعبتك حصيله متميزه من الاهداف. اما نيجي بقى نبص على اللي انت رايح عليه، او لما نيجي نبص النادي الاهلي وضعه ايه في المباراه ديت، انا اقول لك النادي الاهلي هيروح المباراه ديت فايق رغم الغيابات اللي احنا بنتكلم عليها، هيروح المباراه ديت فايق عن مباراه الذهاب اللي اتلعبت في القاهره. ليه بتقول كده؟ هقول لك. النادي الاهلي عنده لعيب مهم جدا في وسط الملعب اسمه عبد الله السعيد. طبعا عبد الله السعيد كان عائد من الاصابه في المباراه اللي فاتت، كان المباراه اللي بعد الاصابه كان بعيد عن حساسيه المباراه. صحيح. كان ما بيشاركش، كان عنده فوبيا الاصابه في المباراه، كان عنده كل الضغوط وكل الاحمال مع اول مباراه لاعب راجع من الاصابه بيعملها. كان عبد الله السعيد في الفترات اللي بيفوق فيها بتحس ان النادي الاهلي بيعمل خطوره على فريق الوداد المغربي. عبد الله السعيد انت كنت فائد اكتر من 40% من قوته في المباراه اللي فاتت. ما نيجي نتكلم على المباراه اللي جايه، عبد الله السعيد رايح لعب نفس المباراه قدام فريق الوداد المغربي، وخد وقته في التمرين، خد وقتك، اكتسبت حساسيه المباراه، رجعت يعني للمستوى اللي انت كنت عليه، فورمتك النفسيه والبدنيه ما عندكش ضغوط، العصبيه كمان ما عندكش ضغوط، ما عندكش حته ان المنافس عارف ان انت راجع من اصابه فبيتك عليك في الملعب فانت خايف وبترجع منه ورا. افهم من كده انت بتراهن بشكل كبير على عبد الله السعيد. طبعا، ما انا هقول لك. بص، فاما تيجي بقى عبد الله السعيد لعيب يعني في المباراه الاخيره سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر هو كان يعني رمانه الميزان. صحيح. للنادي الاهلي والمنتخب مصر. لما غاب عبد الله السعيد مع منتخب مصر في مباراه الكونغو اتعرينا. منتخب مصر اتكشف، بان ان فين عبد الله السعيد. لما جالك عبد الله السعيد بنص حمولته قدام الوداد المغربي، لما كان بيظهر كنت بتحس بوجوده، لما كان بيغيب خصوصا ان البديل بتاعه كابتن صالح جمعه ما كانش موجود في المباراه ومش هيبقى موجود. مصاب. فلما نيجي المباراه الجايه بقى نيجي نشوف الغيابات اللي النادي الاهلي هيغيبها الماتش ده، هيغيب منه حسام عاشور اللي هو كان غايب المباراه اللي فاتت اصلا وانت داخل المباراه من غيره. فكده انت عبد الله السعيد رجع لك فول تانك، حسام عاشور اصلا كان غايب، فانت كده زدت حته. زدت حته. علي معلول في المركز الظهير الايسر، الاندفاع الهجومي بتاع علي معلول والتألق الهجومي بتاع علي معلول انت مش هتحس بيه في المباراه ديت، لان المباراه ديت اللعب في القاهره غير اللعب في المغرب، غير ظروف المباراه. انت لما هتبدا مباراه هتقفل وهتحاول ان انت يعني افهم ان احنا مش محتاجين الشق الهجومي او بتاع علي معلول، انت محتاج علي معلول بس غيابه مش ممكن تعوضه، ممكن تعوضه بلعيب يعني. طبعا علي معلول ما يتعوضش. انا فاهم، بس هتقلل الخسائر، تقلل عندك إيه؟ انت رايح مش بنفس الخساره بتاعتك اللي كانت في المباراه الاولى. المباراه الاولى بتلعب من غير اثنين مهمين جدا، من غير عبد الله السعيد اللي هو مش جاهز خالص، ومن غير حسام عاشور اللي هو مش موجود اصلا. المباراه دي انت رايح وانت بتفتقد حسام عاشور، ولكن بتلعب بجاهزيه عبد الله السعيد، رايح بطموحات النادي الاهلي، رايح باسم وتاريخ النادي الاهلي. الوداد لما بيلاعب ما بيلاعبش 11 لاعب، بيلاعب تاريخ، وما بتلاعبش الفريق اتحاد العاصمه الجزائري. يعني الناس كلها تقول لك اصل ده عمل مع اتحاد العاصمه الجزائري هيجي، لا، انت بتلعب مع النادي الاهلي، حافظ ازاي يلعب المباريات ديت، النادي الاهلي دارس ازاي يلعب نهائي. كابتن حسام البدري مش اول مره يخوض تجربه صعبه زي دي. لعبت قدام الترجي التونسي، كان موجود مع الصفاقسي في 2006، كان موجود في الترجي التونسي 2012 مرة بحاجة ده. طب بص، خليني اتنقل لخطوة لحتة مهمة جدا برضو قالها في المؤتمر الصحفي، انا مش عايز تهرب مني يعني، يمكن اناقشها برضو مع استاذ احمد. استاذ احمد، دكاري جسامة الحكم
الجنبي حكم مميز. حكم مميز. ولكن كابتن حسام قال حاجه جميله جدا جدا، انا عايز اتنقل للحته دي بسرعه عشان نلحق نناقشها براحتنا. كابتن حسام قال ان الحكم ده مرشح لكاس العالم ولم يحسم حتى الان اشتراكه من عدمه. فاذا احنا الحكم دلوقتي متشاف قدام العالم كله انه لازم اداؤه يكون مسطره. شايف ده ازاي يا استاذ احمد؟ شوف الحكم يعني اداء الحكم هو فيصل في المباراه، يعني ممكن تبقى في اخطاء بسيطه الحكم يعملها تغير شكل المباراه. صحيح، زي الماتش اللي فات ضربه الجزاء ازارو بالظبط. الحكم مميز، واعتقد ان هو بعيدا يعني عن كاس العالم اي حكم بيدير النهائي بيحاول يكون بيظهر افضل ما عنده عشان العالم كله بيشوف. بالظبط طبعا، ده نهائي، نهائي وكمان مؤهل لكاس عالم للانديه بنسختيه 2017 2018. فاذا الحكم دوره فيصلي في المباراه. صحيح. انا شايف ان هو هيقدم مباراه مهمه جدا، مباراه على افضل ما يكون. خلينا برضو نستبعد دايما ان يكون في نيه سيئه، يعني خلينا لا بس احنا تعودنا بص تعودنا التحكيم الافريقي ده يعني ضيع ده صحيح. بس خليك النهارده بتتكلم عفوا بتتكلم مع منافس، يعني الوداد فريق او دوله ما عندكش معاها مشاكل، فانت رايح بشكل كويس، استقبلوا بشكل كويس طبعا. واحنا الاهلي هنا استقبلوا بشكل كويس. فانا شايف ان الحكم دوره ان هو هيقدم، انا على المستوى الشخصي شايف ان هو هيقدم مباراه مهمه جدا تليق باسمه كحكم، تليق بالنهائي الافريقي، تليق كمان بان هو يكون موجود في كاس العالم بروسيا 2018 بالظبط. يعني هو النهارده مش هيضيع حلمه ان هو يكون موجود في نهايه كاس العالم اللي العالم كله بيشوفها علشان يعمل اخطاء مقصوده في مباراه النهائي. وده ممكن يكون طمانينه لعيبه الاهلي ان هي تقدم بشكل كويس باداء مرتاحين. صحيح. ما عندهمش ضغوط ان هم عندهم خوف من الحكم ان هو ممكن يحصل بشكل عكسي. فعشان كده الاهلي محتاج بس اللعيبه تركز في الملعب، مش يعني مش محتاج من اللعيبه تركز مع الحكم يعني او الجميع. افهم من كلامك مفيش ضغط من الحكم، ما تقلقوش منه، مش هيبقى بالظبط. وكمان مشكله قبل كده كمان انا بعيد الكابتن حسام ان الحضور الجماهيري الكبير ممكن يكون ضغط على الوداد اكتر من الاهلي. صحيح، هو فده مهم يعني لازم تستفيد من كل الاحداث دي. صحيح. مهم جدا ان انت تستفيد من الحكم بان هو مش هيبقى ضدك. الجماهير ممكن ادائك المميز في بدايه المباراه تبقى هي عكسيه على الوداد، فده يزيد الضغوط على لعيبه الوداد ويخليها تتحرر من الشكل الدفاعي اللي هي بتلعب بيه للشكل الهجومي. فده يديك فرصه ان انت تحرز اهداف مبكره، يعني الهدف المبكر اللي ان شاء الله لو الاهلي احرز هدف مبكر على شكل مباراه الذهاب هيغير شكل المباراه. صحيح. هيبقى في وداد تاني بيلعبك غير الوداد اللي انت شفته في القاهره. النهارده بتتكلم مع فريق بيلعب طول الماتش طول 90 دقيقه مدافع بيلعب بس على الهجمه المرتده، يمكن الواحده اللي جابها. يعني نتمنى ان المدافعين بتوعنا يفوقوا شويه ويركزوا اكتر، يكون في ضغط على اللعيبه، يكون ما تسيبش اللعيبه تتحرك براحتها. لعيب بن شريفيه بيتحرك في الملعب براحته خالص. صحيح، ما عندوش اي مشكله في نص الملعب، بيتحرك براحته في ال 18 براحته، في 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 اي كره بيستلمها بدون ضغوط. ده لا، مهم ان الكابتن حسام يبقى في تعليمات للمدافعين ان هم يكون عندهم ضغط شويه على اللعيبه علشان يكون في كمان. بص، في حاجه في الكوره دايما كده لما بتضغط مره واثنين فاللعيب اللي قصادك بيخاف. صحيح، محتاج تحسسه ان انت نازل ما بتهزرش بالظبط وعايز المباراه. مش لازم ما تسيبوش براحته وهو يتحرك وانت تستنى رد الفعل. لا، انا شايف ان الحكم هيبقى لصالح الاهلي ان شاء الله ان هو يحكم بدون ضغوط، وكمان اللعيبه ان فرصه ان هم يحرزوا هدف مبكر ده هيبقى لصالح الاهلي ان شاء الله. طيب عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا، يعني استاذ ايهاب، احنا عندنا اشرف بن شرقي، اللاعب ده حكايه واللاعب ده مزعج جدا. شايف نعمل معاه ايه؟ شايف الحل من وجهه نظر الجهاز الفني الامثل مع لاعب زي ده خطير زي ده، خاصه انه مسجل 5 اهداف وهداف فريق الوداد؟ بص اقول لك على حاجه، هو بن شرقي على الرغم من انه هو لاعب مميز ولاعب خطر، ولكن يعني سهل ان هو تقدر تتعامل معاه وانت رايح بتلعب مباراه مامن فيها دفاعي وانت بتلعب نهائي. ازاي؟ ما انا هقول لك. انت يعني بالعكس، انا شايف ان وجود بن شرقي ده سلاح ذو حدين. يعني هو عنده ثقه، عنده يعني لمساته في الكوره عاليه. صحيح. فهيضطر ان هو يقود الوداد للهجوم، هيضطر يعمل يصنع الفارق لفرقته. مش هيبقى فيه حته اللعيب الرخم اللي بيتمركز صح، اللي بيعمل مشكله لفرقتك، اللي ما بيخلكش تلعب. هيبقى عايز يبان بشكل كويس، وده حقه لان هو عنده مهارات. افريقيا وهداف الفرقه، فعليا مسؤوليه كبيره. فده يعني هيصب في ايه؟ ان هو هيفتح الملعب لفرقه الوداد، وبالتالي النادي الاهلي
حته ان انت تامن دخول احمد فتحي في وسط الملعب اعتقد هيقل من خطوره لعيب الوداد في المباراه ديت. احمد فتحي في المباراه اللي فاتت يعني انا اتكلمت قبل مباراه الاهلي والوداد وقلت بتمنى ان كان الكابتن حسام البدري يحط احمد فتحي في وسط الملعب ورامي ربيعه يرجع في خط الدفاع. مع احترامنا وتقديرنا الشديد لكابتن محمد نجيب، مع كابتن محمد نجيب مدافع متميز بس هي ادوار ولكن في المباراه ديت كان بالتحديد انت كنت محتاج حد يبقى عنده طاقه في الملعب، حد لما يترقص يزحف على وشه لغايه ما يجيب المدافع. زي بس خليني برضو اقول لك حاجه، اشرف بن شرقي في غياب محمد ونجم بتهيألي هيفقد جزء كبير من اللي بيساعده. ما هو انا ما هي طبعا لا بص هو يعني خروج محمد اونجم مصاب المباراه اللي فاتت ومش هيشارك المباراه دي، ولا اونجم ولا مش اونجم. بص احنا هنتكلم بصراحه، النادي الاهلي هو اللي عمل اونجم ومش اونجم. النادي الاهلي كان يكسب 5 الماتش اللي فات، ولا اونجم ولا مفيش اونجم ولا في الكلام دوت. النادي الاهلي نزل الماتش راكب الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه، بس كل مباراه ليها ظروفها. انت لا ما انا بقول لك، بس احنا النهارده لما نيجي نتكلم على ايه، تعالى لي في اول شوف لي فرقه الوداد المغربي، عد لي كده الفرص، كان في اونجم وكان في بن شرقي وكان في هم فرصتين واحده جت جوه، فين عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. وانت كنتش بتلعب بقوتك وكنتش بتلعب بحمرتك، انت طول الوقت عندهم، طول الوقت دايسهم، طول الوقت راكب عليهم. انت يعني معتقد زي ان الماتش اللي فات كان فيه كوره اكتر من ماتش 6-2 مع النجم؟ طبعا النادي الاهلي اول 5 دقائق تركب الماتش وتحط رجل على رجل. مباراه النجم الساحلي انت كنت فين على يعني انت جبت جون وبدات تريح لغايه ما جبت الجون الثاني. الماتش اللي فات انت نازل بالدفعه المعنويه العاليه ولعبت وقدرت تكسر وجبت هدف وسجلت هدف جميل كمان يعني. فحته ونجم مش هيغيب، لا يلعب. هو عمل ايه لما كان موجود؟ بن شرقي لا يلعب. هو عمل ايه؟ النادي الاهلي لما بتتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم على خبرات مفهومها ان انت تعرف تتعامل مع قدرات، مباراه نهائيه كمان تلعب تتعامل مع قدرات فريق النادي الاهلي. لما تيجي تقيس، اما تقول لي ونجم، ما انا اقول لك ما انا عندي علي معلول غايب، واقول لك علي معلول في الملعب، واقول لك احمد فتحي، واقول لك حسام عاشور، واقول لك لعيب قد الدنيا مؤمن زكريا، واقول لك سعد سمير، واقول لك في وسط الملعب فيه وليد سليمان، واقول لك اجاييه، واقول النادي الاهلي عنده حلول كتير. وعنده يعني الاهلي هيرهق الوداد بكره، ما حدش يعتقد او حد يتخيل ان النادي الاهلي هيفضل 90 دقيقه يقف في تحت الشبكه. لكن انت ينقصك ان انت يبقى لعيب مهاجم في النادي الاهلي يستغل نص فرصة بتجيلك في مباراه مهمه زي كده. طب خليني اسالك سؤال، اتفضل. معلش وهشارك برضو استاذ احمد فيا، وعايز اعرف يعني رايكم انتوا الاثنين. انت محتاج مهاجم، خلينا نتكلم بامانه، مهاجم عايز مساحات وسبرنتر زي ما بيقولوا اللي هو وليد ازارو، بيجري عنده سرعه عاليه ومحتاج مساحات، ولا محتاج مهاجم زي ما بيقولوا نص فرصه؟ لا محتاج انهي مهاجم؟ محتاج المهاجم السريع اللي بيجي من تحت، اللي بيخلخل الدفاعات. العالم كله اتغير، حتى لو ما فيش المساحات دي في خط الظهر هو بيخلقها. ما هو الماتش اللي فات كان فيه تكتلات مش قادر تخلق، بس هو لا هو خلق فرص وعمل اكتر من كوره، وليه ضربه جزاء وكوره راح حطها. انا بلوم عليه في الكوره اللي ضاعت. يعني عادي كاي لاعب برضه معرض لده، بس يعني بس انت مش عايزين نقصي. لا انا مش قاصي عليه، انا بوصف لك اللي حصل حال النهارده. انا لما اجي اقيم وضعيه بلاعب الوداد النجم، الفرق ما بين ان انا بلاعب الوداد في القاهره وان انا في برج العرب وان انا بلاعبه في المغرب، في الدار البيضاء، جمهور الوداد بدل ما الجمهور اللي قاعد في الملعب بدل ما هو جمهور الاهلي بقى هو جمهور الوداد، بس ده ملعب وده ملعب. لكن انت فرقتك عملت ماتش على الوداد هنا، الوداد ما في عز ما انت عندك غيابات وفي عز ما انت عندك نقص وفي عز ما انت عندك مشاكل فنيه، انت فرقتك ركبت الماتش وكنت تقدر تطلع بنتيجه. طب نسال السؤال بالعكس، ماشي. هل الوداد كان يقدر يكسب الاهلي 4 الماتش اللي فات او 3؟ هل الوداد ضيع فرص تخليه يقدر يقول؟ لا لا لا، انت قدام الترجي التونسي هناك وقدام الترجي التونسي هنا انت ضيعت فرص، كنت بتقول الماتش انا كنت اقدر اكسب كذا. الترجي في اخر ربع ساعه ضيعنا فرصتين كانوا لا في مصر ولا في تونس؟ لا في تونس. طب وفي مصر؟ في مصر يعني ما لا ضيعنا احمد الشيخ في اول دقيقتين. ايوه ضيعنا صح، ضيعنا بس فانا باجي بطلع من الماتشات اقول ايه ده النادي الاهلي كان يقدر يكسب. تعالى طب تعالى بقى شوف الترجي لما تعادل معاك 2-2 جات له كورتين جابهم، لكن ما يقدرش هو يلوم ويقول ايه يا كنت اجيب 4 ده انا كنت جات لي كذا كذا كذا، اما تعد ما فيش. لكن النادي الاهلي في مباراه الترجي التونسي في مصر ضيع، ترجي في تونس ضيع، النجم في تونس ضيع، النجم ماتش 6-2 مضيعين، النجم اللي انت كسبته 6 ضيعت،
الوداد اللي انت اتعادلت واحد، يبقى انت عندك في الغزاره الهجوميه موجوده، الاندفاع الهجومي موجود ان شاء الله ربنا يا رب بس يكمل على ان شاء الله تتم بخير وباذن الله الاهلي يرجع منصور من المباراه. اروح برضو استاذ احمد نفس السؤال، هل احنا محتاجين مهاجم بيلعب في مساحات سبرينتر زي وليد ازارو، ولا محتاج مهاجم يحط زي ما بيقولوا نص فرصه قناص زي عماد متعب؟ شوف الـ وليد ازارو مهاجم، انا شايفه مهاجم مميز جدا جدا جدا، انا يعني شايف ان هو حاجه اسطوره، هيبقى يعني لو استمر هيبقى اسطوره جوه النادي. مهاجم قوي يعني في 18 عنده التحامات، بيلعب براسه كويس، بيجري كويس، بيعمل مساحات كويسه. بس شوف يعني انا قلت قبل كده في قناه الاهلي ان طول عمر المهاجم في الاهلي بيشيل واحد قديم، مشكله ازارو ان هو جاي لوحده واحد ومطلوب منه يبقى مهاجم الاهلي. طب ما فلافيو كان كده. بس انت لا انا قصدي ايه؟ قصدي فلافيو كان جنبه مين؟ قصدي اقول لا انا قصدي فلافيو جه ضيع قعد سنه، قعد سنه ضيع لدرجه انه كانوا بيهاجموا مانويل جوزيه عشان بيسيبوه في الملعب. مش انا لا انا قصدي مش تقليل من ازارو، انا قصدي ان فلافيو لما كان موجود كان جنبه عماد متعب. انا فاهم ازارو ما عندوش حد لغايه ما يخش فورمته بالظبط وياخد هرمون. لما ترجع قبل كده كان حسام حسن ما اعرفش جنبه احمد فيليكس، يعني كل واحد بيجي اجنبي على الفرقه، ففي واحد مصري او واحد من اللعيبه قديم شايله. ازارو جه ما حدش شاله، جه عمرو جمال كان احترف، متعب ما بيلعبش، مروان محسن مصاب، فما بقاش عنده حد، فهو بيلعب لوحده. في حين بس اجايه بيساعده، بس مش هو راس حربه الصريح بالظبط. فانت النهارده بقيت محتاج ان انت يكون عندك واحد تاني جنب ازارو.